الاسبوع الجمعه بعد مع الحرس البلدي الاسبوع الجمعه في جوله الاحتياجيه تروح بسياره لشارع الغاز ميناء شارع الغاز حقيقه بكال لواي كل في اعداد الدجاج والحمر شوف الدجاج بعد سنة التجميد بتاعها والتكبير طبعا هنا يتم فك الدجاج في مكان عبد الله بطريقه غير مطابقه للاحتياطات الصحيه، اول حاجه الكناسه وحدها. طبعا هنا يتم فك الدجاج، هنا يتم اعداد السلطه طلع هواء الدجاج شويه. طبعا الهواء اللي هو يديروا فيه النشا اللي يستخدموا فيه في صوص الثوم يتم غليه وحطانا في وهو سخون، وهذا غلط حتى هو هذا متاع امس. ما هذا الدجاج من امس؟ بالامكان حطوه ما يتطلبش المواصفات ولا في شيء، المفروض يكون فيه شوف المرديات كيف على طول، شوف الدود اللي تحتها من هنا كيف. لا تعرف حديث لا قهوه ولا. انا الحمد. الحمد لله الشديد ان هذا الحمل واضح من الفساد بتاعه، وهذه بقايا اللحوم متجمده اكثر من مره، هذيك حتى هي بقايا شوفها كيف الخلط في خلط هي شوف الكوارع هي شوف هي شوفة الواحد شوف الدجاج هيك شوف هي شوفة الدجاج هذه تو يومين لين دارت واضحه شوفها شوفها شوف السلابين اللي مديرتهم الحريس هذه الحريس هذا فيها كثير من يوم. طبعا من ضمن اللحوم اللي لها داخل الجنا داخل المقهى المنبوء هذا حقيقه ان الجنا يستخدم في رص العجل او البل شبحته واضحه ان هذه لحوم راس مقطعه ويفهم فيه ويفهم فيه ويستخدم فيه.